من أكتر من 3000 سنة ومسجل على البرديات الفرعونية الآثار الطبية للحشيش كمسكن ومضاد للألم، لغاية لما تم تجريم وتحريم زراعة الحشيش. هنتكلم النهاردة إيه هي الآثار الجانبية والأخطار اللي ممكن يسببها الحشيش على الصحة العامة، وإيه الفوائد الطبية لو ليه فوائد طبية، هل يا ترى الحشيش فيه إدمان ولا لأ، ولو أنت بتشرب حشيش وعايز تبطل في البيت لوحدك إيه هي الطريقة اللي تخليك تبطل بكل سهولة. الحشيش مزاج ام علاج من جوه الصيدليه؟ السلام عليكم واهلا بيكم من جوه الصيدليه، ونتكلم عن الحشيش اللي بيستخرج من نبات القنب الكنابس، والنبات دوت بيستخرج منه الماده الصمغيه البني اللي لونها محمر، بيتم تجفيفها وضغطها وخلطها بالتبغ وبتدخن، ده اللي بيسمى الحشيش. اما النبات ده لو اخدنا الاوراق المجففه بتاعته وتم تجفيفها وتدخينها، ده بيعرف باسم الماريوانا او البانجو. كمان من الاوراق دي بيستخرج زيت يعني شديد التركيز باستخلاص المذيبات بتاعته، وده بيسمى بزيت الحشيش، وده يمكن اقوى انواع الحشيش من حيث الماده الفعاله. طب هل يا ترى للحشيش فوائد طبيه؟ يمكن الحشيش فيه 104 مركب كيميائي، اهم منتجين او مركبين فيهم حاجه اسمها THC تترا هيدرو كانابينول، والCBD اللي هي كانابيديول. THC دي مختصه او مسؤوله عن احساس النشوه والمتعه اللي بتحصل لما تدخن الحشيش، اما CBD دي مختصه بالاسترخاء والهدوء اللي بيحصل عند تدخين الحشيش. وقديما كان بيستعمل الحشيش لاغراض طبيه زي ما قلنا، ويمكن من اهم الاغراض الطبيه اللي كان بيستعمل فيها ان هو مسكن قوي للالم ومضاد للالتهابات، مانع للقيء والغثيان، وكمان باسط للعضلات في حيث ان هو يسيطر على التشنجات العضليه والتشنجات المصاحبه لمرضى الصرع، ممتاز جدا لحالات فقدان الشهيه كان بيستعمل، وكمان لعلاج زياده ضغط العين في مرض الجلوكوم. وفضل استعمال الحشيش لاغراض طبيه منتشر، وبدا استعمالاته تتوسع لدرجه ان سنه 1850 ادرج الحشيش ضمن دستور الادويه الامريكي. لغايه سنه 1900 بالظبط لما بدا المكسيكيين يستعملوا الحشيش لاغراض ترفيهيه بعيد عن الاغراض العلاجيه والطبيه اللي بيستعملوه، ومن هنا بدات السمعه السيئه للحشيش. وسنه 1925 بالظبط تم تجريم زراعه الحشيش، وربطوا بينه وبين مظاهر العنف والسرقه والعدوان. لغايه وقتنا الحالي معظم الدول ممنوع فيها زراعه الحشيش، ومنها طبعا بلادنا العربيه، ويمكن دلوقتي كل الموضوع بيبقى في التجارة والتجار بالموضوع ده في السر، بتحكم فيها مافيا كبيرة جدا، لدرجة ان احنا عندنا هنا في مصر بتحتل المركز 25 في قائمة الدول المدخنة للحشيش، 7% من بين الناس اللي اعمارهم من 16 ل 64 سنة بيدخنوا الحشيش، كميات كبيرة جدا بتدخن الحشيش ولكن في السر. طيب اللي بيشرب حشيش بيحس بايه؟ اولا بيحس طبعا ببعض الاثار المبهجه اللي بيبقى مسؤول عنها ماده THC. THC بتخش تشتغل على مستقبلات الحشيش في المخ، وبتاثر على المراكز الادراك والذاكره والتناسق الحركي، عشان كده اللي بيشرب الحشيش هيحس ان الوقت بيعدي بسرعه جدا، او ممكن ما يكونش بيعدي خالص، هيحس ان هو انسان عظيم ومتفوق على الاخرين، هيحس ان هو مبسوط طول الوقت، ويمكن بيضحك على طول من حتى لو مفيش اسباب تضحك، جعان، شايف الدنيا مزهزهة والالوان واضحة جدا، حاسس ان في حواليه اصوات ممكن ما يكونش ليها اساسا اي وجود. اذا كانت هي دي الاثار المبهجة، فيا ترى ايه هي الاثار السلبية اللي بتترتب على استعمال وتدخين الحشيش؟ اول حاجة ان الادراك عندك بيبدأ يقل، في سلبية في الحياة نفسها بتزيد عندك، مفيش أي تناسق حركي، مفيش أي طاقة أو مجهود، قلقان على طول، نسبة السعال والإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والنهجان بتزيد، كمان شرب الحشيش بيزود الأمراض النفسية المختلفة، بيزود الإصابة بالاكتئاب، بيبقى عندك لا مبالاة، عدم تركيز إذا كان عندك على مستوى الشغل أو اهتمام بالشكل أو بالوظيفة أو بالدراسة، غثيان، قيء، كمان من اكتر الحاجات ان هو مبقاش في ادراك للوقت والزمان، عشان كده نسبة الحوادث بتزيد. كل الاثار السلبية دي بتحصل لان مادة THC بتشبه في تركيبها مادة موجودة في الجسم نقل عصبي اسمه الانندامايد.
الجسم لما بيتخش فيه الحشيش بيتعرف على التي اتش سي على اساس انها انندمايد، والانندمايد دي مسؤوله عن بعث رسائل كيميائيه زي موصلاتي كده لاشارات عصبيه لكل مناطق الجهاز العصبي اللي موجوده في المخ. عشان كده الجسم لما بيتعرف على التي اتش سي على اساس ان هي انندمايد يبدا توقف الرسائل الكيميائيه اللي موجوده دي، ويبدا ياثر على الادراك، على الذاكره، على التفكير، على الاحساس بالوقت، على المتعة، على الاهتمام بالشكل، حاجات كتيرة جدا بيعملها الحشيش نتيجة ان هو بيأثر على الناقل العصبي المهم دوت. توقف شبكة الاتصالات ديت بيأثر على مناطق مهمة جدا في المخ، ومن اهمها منطقة الحصين او الهيبوكامبس ومنطقة القشرة الحجرية الامامية، والمنطقتين دول لما عملوا دراسة لقوا ان شكلهم بيتغير جدا نتيجة عدم وصول الاشارات العصبية ليهم، وهي المناطق دي المسؤولة عن التعلم وتكوين ذكريات جديدة. وبالتالي اللي بيشرب حشيش باستمرار هتلاقي عنده يعني ما عندوش اي قدرة ان هو يتعلم حاجة، بينسى على طول، عنده لا مبالاة، عنده بطء جدا في اي مشكلة سلبية كبيرة جدا. كمان جزئين مهمين جدا في المخ بيتأثروا اللي هي منطقة المخيخ ومنطقة العقد القاعدية، والمنطقتين دول مهمين جدا لانهم بيأثروا على التوازن وسرعة رد الفعل بالجسم. عشان كده دايما اللي بيشرب حشيش هتلاقي فيه بطء جدا في رد الفعل وعدم ادراك بالزمان والمكان جامد. عشان كده اللي بيشرب حشيش من اكتر الناس المعرضة ان هي تعمل حوادث، لان بقى عندهم سرعة في رد الفعل وما بيقدرش يقدر المسافات او الوقت بالظبط. طب هل يا ترى الحشيش بيسبب الادمان؟ كل الدراسات اللي اتعملت على مدخني الحشيش اثبتت ان هو مفهوش اي ادمان جسدي، بمعنى ان الفرد اللي بيدخن الحشيش لفترات طويلة جسمه مش بيتعود عليه عكس المواد الكيميكلز، ولكن الحشيش فيه تعلق نفسي او ادمان نفسي، ان انت في جسمك مش جسمك نفسيتك متعودة ان انت تشرب حشيش. عشان كده الاعراض الانسحابية بتكون موجودة ولكن اقل بكتير جدا من الكيميكل. طب يا ترى ايه الاقوى، الماريوانا او البانجو ولا الحشيش؟ بالنسبة للمادة الفعالة اللي موجودة اللي احنا قلنا مسؤولة عن الاثار دي كلها اللي هي الـ THC، تقريبا موجودة 5 اضعاف اللي موجود في الحشيش اكتر من الماريوانا. يعني تركيز مادة الـ THC في الحشيش بتوصل لـ15%، ولكن في الماريوانا من 3-4% فقط. بالنسبة لمدخن الحشيش المفروض ان هو عشان يعرف الموجود في الجسم ولا لا بيبقى عن طريق تحليل البول، لان بيبقى موجود في الجسم بعد فترة تدخين الحشيش لمدة شهر كامل من تدخين الحشيش، بيبقى موجود في الدم لكن لمدة 4 ساعات بس. فلو عايز تعرف هل يا ترى جسمك فيه مخدر الحشيش ولا لا بيبان من تحليل البول. طب انت دلوقتي لو بتدخن حشيش وعايز تبطل ان انت تدخن الحشيش لوحدك، الموضوع مش سهل ولكن مش مستحيل. اول حاجة لازم يبقى حواليك شبكة دعم من اصدقائك او قرايبك بحيث ان هم يقدروا يساعدوك ان انت تطلع من الدايرة دي. اول حاجة لازم تعملها ان انت يكون عندك استراتيجية كاملة متكاملة تقدر تخطط بيها بشوية تخطيط ان انت تقدر تخرج من الموضوع ده. في البداية ان انت لازم تكتب او تقرأ كويس جدا ويكون عندك نولج ومعرفة كويسة جدا ازاي تقدر تخرج من الموضوع ده، بمعنى ان انت تقرأ عن الاثار الجانبية، ازاي تقدر تخرج من الموضوع ده باقل اثار جانبية، ايه هي الاعراض الانسحابية. لازم تكتب او تعرف انت بتشرب حشيش ليه وبتشربه كم مرة في الاسبوع، وايه هي اللي انت بتحس بيه قبل ما تشرب الحشيش وبعد ما تشربه، ويا ترى بيأثر على حياتك ازاي. يعني تعمل زي سيرة ذاتية او تشوف نفسك من بره وتبص ازاي الحشيش ده بيقدر يأثر على حياتك بحيث ان انت تقدر تخرج من الموضوع ده. تاني حاجة نعملها ان احنا طبعا بالنسبة للي بيدخن الحشيش بيبقى مأثر على حاجات كتيرة جدا، مع علاقاته، مع اسرته، مع شغله، مع دراسته، مع هواياته. فاول حاجة هتكتب الحاجات اللي انت هتعملها من اول ما تصحى من النوم لغاية ما تيجي تنام بالليل، حتى لو هتخرج خروجة لمجرد الخروج هتكتبها بحيث ان انت تقدر تملى يبقى عندك بروجرام او عندك مواعيد يومية ثابتة هتعمل فيها كل حاجة في ميعاد، بحيث ان انت ما يبقاش عندك اي وقت فراغ ان انت تروح تشرب فيه الحشيش. تالت حاجة المفروض ان انت تعمل قائمة باهدافك المستقبلية، اماكن عايز تروحها، طموحات عايز تعملها، حاجة عايز تشتريها، علاقات معينة عايز تجددها او تعملها، احلامك واهدافك خلال مثلا سنة او سنتين لقدام، وتشوف الحشيش يا ترى هيقدر يوقفك او يبعدك عن الطموحات دي ازاي،
وان انت بتبطيلك للحشيش ده تقدر تحدد اهدافك وتحقق اهدافك دي بطريقه اسهل بكتير جدا. رابع حاجه، اعرف ان انت ممكن اثناء فتره تبطيلك للحشيش دي ان انت تحس بالاعراض الانسحابيه، والموضوع دوت بيبقى يعني سهل وبسيط ان انت تتغلب عليه، خصوصا ان احنا قلنا ان الادمان هو ادمان نفسي وليس ادمان جسدي. فموضوع التغلب على الاعراض الانسحابيه ده ان شاء الله يعدي خلال، هو بيبدا يبان من بعد يومين من تبطيل الحشيش وبيقعد حوالي 10 او 15 يوم. بعد كده جسمك بيتخلص تماما من الموضوع ده وتبدا حياتك الجديده. في خلال العشر ايام دول او الخمستاشر يوم دول، لما يروضك الشعور بتدخن الحشيش حاول تلهي نفسك عن الموضوع ده او تأجل رغبة تدخين الحشيش ده لمدة 5 دقايق بس. اي حاجة بنبقى عندنا رغبة فيها، ذروة الرغبة دي بتنتهي بعد 5 دقايق، زي الموجة كده بالظبط، لما بتعلى وتنزل تاني. فلما يجي لك رغبة ان انت تشرب حشيش حاول تعمل اي حاجة تلهي نفسك بيها، قوم اسمع اغنية، قوم اعمل كوباية شاي، اتكلم في التليفون، قوم صلي، العب رياضة، اي حاجة لمدة 5 دقايق دي هتلاقي ذروة الرغبة بتاعت شرب الحشيش قلت كتير جدا وتغلبت على الموضوع. واخر حاجة من الحاجات المهمة جدا ان انت يكون عندك هوايات تقدر تمارسها، منها اولا هتملى وقت فراغك، تاني حاجة مثلا حاجة زي الرياضة دي هتنشط الدورة الدموية وتديك طاقة ونشاط. الموضوع ده مهم جدا لتقليل الاثار الجانبية المصاحبة للاعراض الانسحابية لتدخين الحشيش. حاول تبقى تلاقي اي هواية منها تزود الاجتماعيات بتاعتك وفي نفس الوقت كمان تتغلب على الاثار الجانبية. من الحاجات المهمة جدا الممتازة اللي انت ممكن برضو تعتمد عليها من الصيدلية اقراص فيتامين بي المركبة، ان هي تديك طاقة ونشاط، وفي نفس الوقت برضو اقراص الفيتامين د ان هي تزود احساسك بالنشاط وتقلل الخمول المصاحب للاعراض الانسحابية. ولو فشلت ما تعرف ان دي مش نهاية العالم ودي رحلة في مشوار طويل هتمشيه. لو فشلت مرة نرجع من الاول ونعيد تاني، هتلاقي الموضوع لو فشلنا اول مرة هننجح في تاني او تالت مرة. فرغبتك ان انت تشرب حشيش او ترجع للحشيش تاني مش معناها ان انت تدخل تاني في دايرة شرب الحشيش، ولكن هي بتبقى بداية ان انت تبطل وتبدأ من اول تاني. الموضوع مش صعب زي ما قلنا ومش مستحيل، ولكن هو عايز شوية ارادة، شوية معلومات ان انت ازاي تقدر تخرج من الموضوع ده. هتوفر على نفسك كتير جدا لصحتك، لفلوسك، لعلاقاتك، لان مهما يعني العمر طال فهو قصير، فلازم تستغله افضل استفادة ممكن. وفي النهاية اي حاجة بتتحكم في مزاجنا فهي تعتبر ادمان، المفروض نتخلص منها تماما. مش طبيعي ان انت تفضل مزاجك رايق 24 ساعة في اليوم. الحياة اب اند داون، يعني ممكن يبقى شوية مزاجك كويس، شوية مزاجك مش تمام، ده هي الحياة. لكن ان انت تفضل 24 ساعة عندك مبسوط او عندك لا مبالاة، ده اللي مش طبيعي. فلازم نتخلص من اي حاجة بتتحكم في مزاجنا، ونلتقي باذن الله في محتويات جديدة تكون مفيدة من جوه الصيدلية.